اديني شايف اني مثلا عندي استوديو، المفروض النتيجه اللي تطلع دي تبقى بلس اور ماينس 10%. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي ال10 هتبقى بلس اور ماينس 1، يعني هتبقى من 9 لغايه 11، ومن 9 لغايه 11 عندي اوكي. هنا 9 و1 من 10 اوكي اوكي اوكي، 10 و69 اوكي. هنا دي المفروض انها تكون 30 10%. يعني ايه؟ يعني بلس اور ماينس 3، يعني هتبقى من 27 لغايه 33. فدي 31 و4 من 10 اتس اوكي 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 اوكي، هنا اوكي 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 اوكي. ده الحديد اللي شويه نازل، وهنا المنجنيز برضو شويه طالع، يعني ده المفروض يكون 11 ماكسيمم 11. هنا مدي لي 11 و37، ده شويه نازل. ده المكون المفروض يكون ايه؟ 9، مدي لي مثلا 8 و58، قليل شويه. فهم العنصرين دول اللي ايه؟ اللي خارج التولرنس بتاعي. فدي حلها ايه؟ اتس اكسبتد، يعني انت المفروض ما تاخدش على عينه واحده. فانت في الحاله دي ممكن تروح قايس عينتين كمان وخد الافرج. لو طلع عندك الافرج ما تاخدش خالص، مش محتاج تعمل. لو ما طلعش مظبوط يبقى ساعتها بتعمل خطوات الايه؟ المعاينه. ودي اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، مش هقول لك ازاي تعمل.